مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم اليوم في حلقه جديده من برنامج مانو. زي ما عودناكم باستضافه النجوم، ضيف حلقتنا لليوم واحد من ابطال كمال الاجسام، البطل محمد ابراهيم. كابتن شرفتنا، بدلنا في بتاع الصاله. كان في مدرب يعني في الصاله اللي كنت تمرن فيها، فعرض علي الموضوع يعني بصفه انه هو عنده خبره شويه في الامور هذه، فرد علي قال لي شنو انك انت تلعب بطوله يعني تحضر، فما كانش ما زال عليها هلبه يعني، ممكن شهر او شهر ونص. وانت كنت جاهز وقتها؟ لا ما كنت جاهز يعني، كنت هاول اني نتمرن يعني وناكل عادي، فاهمني ظابط ايوه. فقلت هيا خلينا نجرب، روحت الحوش فكرت هيك بيني وبين نفسي، قلت خلينا نجرب وخلاص، الموضوع هذا انا ما بفهمش فيه فخلينا ندير تجربه. فخلاص مشيت للمدرب قلت له تمام نلعب واحد وكذا، مشي ذاك الوقت يعني نظم لي جدول غذائي متاعي وكذا، واحد قصدي امور كانت جديده علي يعني فهمتني. فهذيك انطلقنا ولعبنا اول بطوله اللي هي كانت بطوله المنطقه الغربيه اللي كانت في طرابلس، فالحمد لله يعني في اول بطوله تحصلت على الترتيب الاول. الله يبارك، يعني من اول مشاركه. من اول مشاركه. كويس. فالحمد لله يعني المشاركه هذه حبيت اني انا نطمح ونزيد نقدم لقدام، واني انا نزيد نشوف مستقبلي في اللعبه هذه زي ما نقول. تو نتكلموا على قصه ان لاعب كمال السام صغير في السن، او بناء السام صغير في السن، ويبي يدير فورمه كويسه، فلازم انه هو يخش على الادويه ويخش على المكملات الغذائيه. نشوفوا في الاخطاء الشائعه اللي تصير توا مع الشباب الصغار يدخلوا فيهم في المواضيع هي. انت شن نبوك تعطينا شرح مفصل على بدايتك، كيف انت تقبلت الموضوع؟ هل كان بنسب معينه؟ هل كان بمتابعه بارشاد؟ شن تنصح الناس؟ والله ايش بنقول لك، اللعبه هذه قصدي كل سنه وكل شهر وكل كذا هي تزيد تتطور اكثر اللعبه، حتى تتعلم بالضبط معلومات تتطور اكثر. فالموضوع هذا يعتبر صعب شوي، قصدي يبي حد ناس خبره زي ما تقول. لما بتخش على موضوع زي هذا بالنسبه لصغار السن اللي تو خاشين جد وزي ما نقول طاهقين زي ما تقول بالامور هذه، فضروري يمشوا لناس ذو خبره يعني تكون ممتازه باش ان هم يصفوا لهم المواضيع هذه، ان هم كيف يقدروا. لكن ما ننصحش بها يعني بالذات الناس الصغار اللي تو كيف خاشين واحد وكذا، كيف بادي انه هو يتناول او ياخذ الحاجات هذه، لانه هو تو اغلب الاشخاص زي ما نقول الدخلاء على الرياضه تلقاه مدرب يدرب في جروب صغار طول، يدخل على اشياء هي وحتى بدون معايير يعني معينه، ومثلا بدون حتى كميات محدده. بالضبط، هنا قلت لك الموضوع هذا يبي ناس، هو المدرب نفسه تلقاه لما انه هو خش على الامور هذه كان يعني تحت اشراف مدرب ما عندهاش خبره، او مدرب زي ما تقول ما حتى هو زي ما نقول متصرفين معه بالطريقه هذه، قالوا له خش خذ. فشنو يبدا الموضوع زي الويراتش يعني، موضوع يتبع بعض، لانه هو الموضوع يعني محمد موضوع مش موضوع مثلا مدرب بس، موضوع حتى موضوع جانب طبي يعني، تبي تحاليل وتبي اكيد اكيد الشيء هذا اكيد جانب طبي، تبي تحاليل، قصدي الموضوع هذا ضروري يكون اشراف تحت دكتور او مدرب زي ما قلت لك، يكون ذو كفاءه يعني عنده خبره كافيه انه هو باش يعطي الرياضي امور زي هذه. لو تكلمنا عن البطولات الدوليه، طبعا المستوى اللي في ليبيا يعني مستوى محلي، لكن لما تبي تنافس على مستوى دولي بتكون تحضيرات اكثر، ضغوطات اكثر، منافسه اصعب. كيف تحضرت لهم البطولات الدوليه، وكيف جت فكره انك انت تبي تحترف؟ والله ايش بنقول لك، الموضوع كانت بدايتها يعني كانت في شركه يعني عرضت علي ان هي مثلا ترعاني في الامور هذه في البطولات زي ما تقول الدوليه وكذا، فانا وافقت. وقبل هيك يعني لعبت، انا بالنسبه كنت نلعب مع المنتخب، لعبت بطولات زي ما تقول دوليه زي مثلا بطوله افريقيا المغرب العربي كذا، والحمد لله تحصلت فيهم على نتائج كويسه يعني. فحبيت اني ندير نقله نوعيه، فجاء قدامي زي ما تقول عرض من الشركه هذه اللي كانت ترعى فيها، فتفهمنا زي ما تقول على بنود العقد واحد وكذا، فتوكلنا على الله والحمد لله مشيت. كانت يعني اول بطوله ليا، كانت اول بطوله ليا في اسبانيا، وتحصلت فيها زي ما تقول على زوز ميداليات، واحده يعني ذهبيه وواحده فضيه. يعني بعد ما رحت الشركه محمد كبر الطموح وبدا هو يبي القاب وتتويجات عالميه لبرا. بالضبط. تو شن في اقرب مشاركه، او انت شن اللي شن تعد حاليا؟ والله احنا ايش بنقول لك، المفروض في الرياضه هذه الرياضي يكون ديما جاهز يعني ديما معد نفسه،
ما فيش انك مثلا انت توقف او كذا، فالموضوع هذا بيزيد يطول عليك المسافات زي ما تقول. فضروري ديما تكون انت مستعد لشوية تعديلات وتخش البطولة. بالضبط، شوية تعديلات وتخش البطولة. يعني لعب كمال إجسام وانه هو عنده طموح يبي يوصل، فضروري انه هو ديما يكون جاهز. بالضبط. طبعا البطولات الدولية تعطي في كروت احتراف. اكيد حصلت على كرت احتراف. حصلت على كرت احتراف اللي هي كانت في بطولة في اسبانيا. بطولة مستر أولمبيا اسبانيا. هي فيها هواة وفيها كانت محترفين، فأنا كنت هاوي فلعبت مع الهواة، حصلت على كرت الاحتراف. وبعدها يعني بعد ما تاخذ الكرت الاحتراف هذا، بعد ما تحصل عليه، فما عادش تقدر تلعب مع الهواة، ترجع الهواة من جديد، فعشان بتبدا تلعب مع المحترفين. كرت المحترفين لو اخذت كرت في المحترفين، فالكرت هذا راح يوصلك البطولة العالمية مستر أولمبيا اللي هي مستر أولمبيا. بالضبط. كم تبي كرت باش تلعب في مستر أولمبيا، ولا شنو هو الشيء اللي تديره باش توصل من خلال مستر أولمبيا؟ هي زي ما تقول مراحل، يعني في بطولات معينة يقولوا لها بطولات، اللي هي بطولات اللي موجود فيها كرة الاحتراف هذه، بما انك انت هاوي، بعدها تخش بطولات الهواة. بطولات الهواة لو تحصلت على ترتيب متقدم او زي ما تقول ترتيب لو ميدالية، زي تجميع نقاط، لا مش موضوع تجميع كروت، يعني كروت احتراف. كروت احتراف لو انت حصلت على مثلا ذهبية او فضية او برونزية زي ما تقول في الاوفر اول، زي ما تقول تحصل على كرت، الكرت هذا يخليك تلعب بطولات محترفين فقط. فهمت؟ لو تحصلت كرت على بطولات محترفين هذه، الكرت هذا راح يأهلك البطولة هي مستر أولمبيا، أكبر بطولة يعني تو موجودة. وعنده طموح محمد يوم الليمات يوصل للمستر أولمبيا بإذن الله. أنا تو عندي الكرت والطموح الجاي أكيد أني أنا باش تحصل الكرت الثاني باش نوصل البطولة العالمية. تلعب فيزيك تو ولا؟ اللي هي فئة فيزيك. ما هو فيها هي زي ما تقول أربع فئات، اللي هي الفيزيك والكلاسيك والبودي بيلدينج والكلاسيك فيزيك. الميزه اللي عند محمد انه هو بدا بكري، بدا بكري في اللعبه هي، وحاليا انت مازال في عمر صغير قاعد انت في مستوى يعني يعتبر كبير. نشوف كمال قرقني تو ممكن 50 عام وبطل. والله يعني زي ما قلت لك في البدايه ان اللعبه كل سنه وكل شهر تطور. وكل يوم تتطور اكثر. فهمت؟ فديما شخص لما يوصل وهو عمره كبير انت تتعلم منه، علاش تشوف الاخطاء اللي دارهم، علاش وصل انه هو عمره كبير. فهمتني؟ وزي ما قلت لك مع تطور اللعبه وكذا، انت تشوف وين الاخطاء اللي عندك، تشوف وين نقاط الضعف انك انت تقواها باش انك انت توصل. النظام الغذائي والاكل كيف مدير فيهم محمد؟ النظام الغذائي والاكل طبعا تحت اشراف مدرب. يعني عندي طبعا شركة الراعية، شركة العيساوي. ايوه شركة العيساوي هي الشركة الراعية. يعني من لما بديت نفكر اننا نبدا في البطولات الدولية، اللي هي تعاقدت مع الشركة هذه شركة العيساوي، ونوجه لهم تحية، ونوجه تحية للكوتش بتاعي حسام العيساوي اللي هو يعني كان معي خطوة بخطوة. طبعا عندهم شيء مميز ان هم عندهم مجموعة ابطال فيروا فيه، قصدي شركات الأغذية يعني نتمنى ان هي تكون تتجه الموضوع شركة العيساوي بحيث انه هو تكون عندها ابطال. فهمت؟ اكيد تشجع الشباب. فانا زي ما قلت لك يعني لو ترجع عند الخمس ست سنين فاتوا، فما تلقاش يعني موضوع الرعاة هذا في ليبيا وكذا واحد، فكان صعب الموضوع. فتو الحمد لله يعني تطور الموضوع هذا وتطورت اللعبة، وقصدي الشركات بدت عندهم أفكار تانية، بدوا يعني زي ما تقول يدعموا في الرياضيين، وهذه حاجة تسهل على الرياضيين إن هم زي ما تقول يوصلوا. فإن الرياضي بروحها صعب إن هو باش بيوصل يعني بمجهود ذاتي زي ما تقول. فهمت؟ لأن الرياضة هذه زي ما صعب ممكن بيصرف الاكل، بيصرف الادويه، تبي صرف نبي نعرف حاجه بس مني اللاعب اللي مثلا محمد يتمنى ما ينزلش مثلا في مسابقه وهو موجود فيها، انت تكون في المسابقه وما تبيك انت ما تكونش منافسه مع اغلبهم بادي بيلدينغ، اغلبهم مش نفس الفئه. اعطينا اسم هنا ولا اعطينا اسمين انك انت تعتبر فيهم منافسين مستواهم كويس، يعني منافسين قبل ليك انت. ايه مستواهم كويس والله. اسمع قصدي بالنسبه هي زي ما تقول فئات، هي فئات اللي يلعب معك اللي يوقف معك في المسرح. اللي يوقف معي في المسرح انا والله في يوم اني انا فكرت اني انا مثلا عندي بطوله او بينزل بطوله، اني انا نشوف لي حد ثاني بينزل معي او بنشوف لي حد، انا نشوف لروحي يعني وين وصلت اننا كيف زي ما تقول اتطورت، كيف شكل جسمي تطور، واننا نطلع بصوره كويسه على المسرح
هذا كل موضوع. لكن نعم مثلا اني بشوف لي حد ثاني وهذا بنخاف منه وهذا خير منه، انا نقعد ندف نفسي باش نوصل اذا ما تقول الليمت الاخير اللي هو يطلعني بشكل كويس على المسرح. نبوك تعطينا بعض الاسماء يعني في اللعبه تو متميزين. لو انا بنسمي لك يعني بعض الاسماء ففي متميزين يعني تعتبر اللي يستحضروك في الذاكره. هو اكيد بيسميك الفريق اللي يلعب معك، الفريق اللي يلعب معي قصدي زي ما انت تعرف يعني وزي ما الناس يعرفوا انه هو فريق قوي اقل حاجه يعني. لو اللي بنلعب معهم او عندنا تبي كروت احتراف مثلا هنا في فريقنا اللي هم زي مثلا في واحد اسمه حسن الفرلي، في واحد اسمه عمر الميلودي ومعك عمر الميلودي تمام، وسامي، هذه كلهم قصدي ناس، وفي ناس ثانيين من فريق عمر لكن تانية. بطل قديم من زمان يعني. بطل قديم بالضبط ايه، بس حالف الحظ انه هو يعني في السنين الاخيره انه هو تحصل على كره الاحتراف. كابتن خلينا في جماعه كمال الرسام، مثلا انت لعبت كوره زمان تمام، وانا حضرت لك زمان مباريات تمام، فنبي نعرف مثلا يوم عندك انت مباراه خمسه انفار مباراه خماسيات تمام خمسه وحارس، نبيك تعطيني تشكيله اللي تلعب معك محمد من جماعه كمال الرسام، من بدير حارس؟ في منهم لعبيه ولا ما فيش؟ والله يا جماعه كمال السام الحق انا حتى ما عمري سمعت، لكن انت ايه؟ من مخيلتك انك انت توظف مثلا هذا يجي حارس، هذا هجوم، هذا الدفاع انه يكسر، هذا همات. لا الشيء هذا المفروض يكون الاول مبني على تجارب يعني اقل حاجه اني انا شايفهم كيف يلعبوا باش اني نقدر نحط لك تشكيله فهمتني. لكن انا متاكد يعني اغلبيه ما فيش ولا مره يمكن حتى يتذكر انه هو مسكور حتى من صغره. لو تعطوك خيارات في جماعه الحديد بتدير تشكيله، اعطينا حارس مرمى من بيكون. حارس مرمى والله مين بنحطه؟ قولوا عمر الميلودي تمام. ومدافعيه زوز؟ مدافعيه زوز ياسين ياسين محمد ومني ثانيه قولوا حسن نور فلي. في زوز تو وسط واحد هجوم وسط انا اكيد بلعب في الوسط واضح في التشكيله. الهجوم مين بيكون يعني؟ يساوي مش تسعه؟ لا يساوي ذاك مدربنا هذاك هذاك يقف على الخط هذاك نص الفريق. تسعه من نحط؟ تسعه نحط في واحد اسمه بريبش، حطوه تسعه محمد بريبش تمام. نتكلموا تو محمد على طموحاتك الفترة القادمة، شنو طموحات محمد وشنو يحضر الفترة القادمة وشنو في جديد؟ أنا زي ما ذكرت لك قبل شوية أنا تو نعتبر محترف يعني محترف في اللعبة هذه زي ما تقول بناء الأجسام بالتخصيص يعني فئة الفيزيك تمام. يعني أنا نطمح تو أني باش نلعب بطولة الجاية هي محترفين، ما قاعد ما حددتش أنا بطولة في راسي، لكن قاعد زي ما تقول بادي في التحضير لكن ما حددتش الوقت يعني اللي هو بينزل فيه بطولة ما زال شويه. فالبطوله الجايه اللي هي نحاول اننا نجيب فيها ترتيب كويس، وضروري انك تجيب فيها ذهبيه باش انك انت تقدر تتاهل للبطوله العالميه هي اللي مستر اولمبيا. تمام محمد نشكرك بارك الله فيك على تلبيتك للدعوه. عندنا تحدي قبل كل شيء معك السياره قبل شوي يقول لي كوره وبعدها حديد وتو سيارات فهمني قاعدين في مجال الرياضه احنا فاهم مجال الرياضه. وان شاء الله نشوفوك في المستر اولمبيا ان شاء الله يا رب. بارك الله فيكم ونشكركم هلبا على استضافتكم في البرنامج هذا ان شاء الله، وباذن الله ستفوق استضافه ثانيه انت واخد مستر اولمبيا ان شاء الله باذن الله يا رب العالمين. وبارك الله فيكم وربي يوفقكم ان شاء الله.